بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله بغيت نصيب واحد المعقودة ديال البطاطا وبغيت نشاركها معكم. راه كتجي زوينة ولذيذة وكتعجب الوليدات. بسم الله، عندي هنا نص كيلو ديال البطاطا اللي سلقتها بالقشرة ديالها وقشرتها، وفي التوابل عندي البزار والملحة. بسم الله، وهاد البطاطا محداها سخونه، كنمعسوها بحال هكا بالفرشيط، ولا طحنوها بالطحانه ديال المطيشه. بسم الله، كنمعسوها مزيان بالفرشيط محداها سخونه، ما نخليوهاش تتبرد باش ما تقصحش لينا، ولا كنديروا ليها طحانه ديال المطيشه. انا درت غير الفرشيط، راه ساهل. كنمعكوها مزيان بالفرشيط، تتولي لينا عجينه بحال هكا، عجينه ملسه، راه كتجي بحال ديال المطاعم، كتجي زوينه. بسم الله، دابا كنزيدو هاد البزار والملحه. دابا درت البزار والملحه، راه كثرت البزار كيجي فيها زوين. ندير ريحتي، بسم الله، هي كي تتجي راه كتجي ملسه. بسم الله، دابا غندير فيها قريصات. بسم الله، كنجيبو واحد البلاطو فاش نديرو البطاطا ديالنا. بسم الله، دابا كندير قريصات بحال هكا. ها هما كي تجيو، كنديروهم مقادين. هما وكيجي ولداد وكيعجبو الوليدات والطال الكبار، علاش لا. ما درنا فيها لا زيت لا بيض لا حتى حاجه، درنا غير البزار والملحه وبطاطا، راه كتجي زوينه. راه خليتها حتى بردات، عاد كنصيب فيها الكريسات. هاكي تيجيو ونستمروا بحال هكا حتى نكملوا البطاطا ديالنا كلها ونرجعوا معكم ان شاء الله. ها هي البطاطا، من بعد ما كملتها غنغطيها بسلوفان
وندخلها للثلاجه ونخليها 30 دقيقه عاد نخرجها ونقليها ان شاء الله. ما غاديش ندخلوها للمجمد، ندخلوها للثلاجه ونخليوها 30 دقيقه. ها هي البطاطا من بعد ما خرجتها من الثلاجه ماشي المجمد بسم الله. وفي الخليط فاش غندير البطاطا، عندي هنا كاس الماء بارد، معلقه صغيره ديال الخميره، ثلاثه المعالق كبار ديال دقيق الفرص، وعندي هنا في العطريه معلقه نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال البزار، والفلفله حمراء، والكمون، والملحه، والعطريه ديال الدجاج. راه كتجي فيها زوينه، واللي بغى يدير الزعتر ولا اعشاب منسمه يديرهم. بسم الله، كندير هذا الماء هنا، ندير شويه على الخميره باش تذوب. بسم الله، كندير العطريه، كنزيد الدقيق، بسم الله، كنحرك هذه الخميره شويه باش تذوب، كنحرك هذا الدقيق، كنحركوا هذا الدقيق مع الماء حتى يتخلط لينا مزيان. كنزيدوا عليه الخميره، كنحركوه مزيان باش ما يبقاش فيه دقيق مكور، وتقدروا تصفيوه وديروا الصفايه. انا دابا راه ما بقاوش فيه الكويرات، اللي بانوا ليه شي كويرات يصفيه، يدير الصفايه ويصفيه. دابا غنقطي عليه واحد شويه تيخمر. بسم الله، بسم الله، هي من بعد ما خمرت لي هذه العجينه هاكي تجي. بسم الله، كنديروا فيها بطاطا هكا، كنقلبوها. دابا غنديرها في المقلة في الزيت سخونة. بسم الله، كنسقطروها من هذا الدقيق، نديروهم يتقلاو، راه كيجيو زوينين ولذاذ بحال ديال المحلات، لا ما فيهم لا ربيع لا توما، ثم غير العطريه بوحدها.
كنديروا العافيه مهيله باش يتحمروا لينا باش ما يتحرقوش. بسم الله، ها هي المعقوده ديالنا. من بعد ما كملتها ها كي تتجي راه كتشهي زوينه، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم وديروا لينا جيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، وبالصحه والراحه ان شاء الله.